أحب السفر، سافرت كثير وشفت كثير وتعلمت كثير، لكن رحلة واحدة بس علمتني الحياة الحقيقية وحولتني لإنسان مختلف. هذا المكان قضيت فيه 3 أيام، شفت فيه الحياة والموت، شفت دموع الحزن والقهر، شفت الأطراف المتجمدة من البرد، شفت طفل بعمر 7 سنوات أطرافه مبتورة، انهدم البيت وماتت كل عائلته بس ما يبكي. وين تلقى ولد بعمر 7 سنين ما يبكي ومن يومين راحوا كل أهله؟ يمكن أصعب شيء لما تشوف أحد محتاج يطلب مساعدتك، لكن الأصعب إنك تشوف محتاج بس مو قادر يطلب منك المساعدة لأن عنده عزة نفس، يطالعك من بعيد كأنه يقول لك كان عندي بيت مثلك، كان عندي كل اللي تملكه بس أخذته مني الحرب في يوم وليلة. 3 أيام علمتني فيها الحياة دروس كثيرة وكسبتني أصعب قوة ممكن يكتسبها الإنسان، الصبر. وفي دنيا صار المبدأ الأساسي فيها عطني بعطيك، تعلمت أساعد بدون ما أنتظر مقابل، وصارت هذه حكمتي في الحياة، لو عندك القليل احمد ربك ولو زادك الكثير أعطي لك.